هو فعلا ما فيش نصيحة أبويا قالها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا وطلعت صح. الشغلانة دي أنا بحب أعمل فيها كل حاجة حتى لو اتلكت، جه قدام الكاميرات دل. أقسم بالله العظيم أنا ما عارف هو مين، لكن دايما ظهوره وراه حاجة، أنتوا ليه حاسين إن إحنا قايمين بمظاهرة؟ كنا فجأة بنتشتم، يا جماعة إحنا بنتشتم ليه؟ يا حبني يا قعدني في بيتنا. إرهاق نفسي وبدني ومعنوي. طلبتها من أبوها أسهل ما طلبتها من السفارة. لو وقفت على شعر راسك مش هيحصل. ما ينفعش أتحط في مقارنة مع حد بحجم محمود عبد العزيز عشان أنا ابن فلان بتشتم.